يمكن جه على السيرة. فين فتحي؟ أنا عايزة فتحي. إيه يا بت؟ عايزة جوزيف إيه؟ امشي يلا اطلعي بره. هيعمل لك إيه فتحي؟ اللي أنا هقوله هو اللي هيمشي. فوزية؟ عامل معاكي ايه اللي تجيله ضرب الدم؟ عامل كل خير يا فوز. فوز؟ انت اتهبلت؟ انا ستك فوزية، انت فاهم ولا لا؟ لا، فوز، وهتفضلي طول عمرك فوز، حبيبتي ونور عيني كمان. عليا النعمة من نعمة ربي، انا غلطان ان انا طلقتك، واديني بقولها لك اهو قدام الست شمس والشوال اللي هناك دي. بقى كده؟ وابو كده كمان. وما انت يا اخويا ندمان ندم السنين، كنت بتتجوزني انا ليه؟ غلطه وندمان عليها. اغنيها لك؟ لا ولا تغني لي ولا ترقص لي، انا غلطانه ان انا صدقت واحد زيك. انت تحمدي ربنا انه خلصك من الكذاب ده، ده الراجل ما قاليش كلمه صدق من ساعه ما عرفته. شفتي ازاي ان انا واضح معاكي؟ كان ممكن اكذب عليكي من اول لحظه. اه والله يا بجحتك يا اخي. عاوز ايه من فتحي؟ لا خلاص، انا مش عايز حاجه. انا بشكر الظروف ان هي جابتني عشان اشوفك هنا يا فوزيه. طلعني يا محروف. شش، نيالي خراسي، بتكلم مع ستك. كمان ستي؟ بقول لك ايه، خدي الجفه ده وامشي من هنا حالا. كمان قفه؟ الله، وحشني كلامك وهزارك. الا قولي لي الواد عامل ايه؟ شبهي؟ ها، بقول لك ايه، لا كلام ولا هزار، امشي اطلع بره ولا قسما بالله العظيم ادفنك هنا. يلا اوعى. مش كفايه الهم اللي احنا فيه؟ يلا خلاص، مش قادرة. قرف. فوزية، والنبي تفكري كويس، احنا مالناش الا بعض وفي بينا عيل. اعملي زي شمس، خدت فتحي بعبله وقالت بيتي اهم. والله هبقى كويس. امشي اطلع بره. اوكي. ولا يهمك، والله لا اقول للمروعة. لا تقولي ولا تعيدي، هو كده يهب زي الكلب لحد ما يهدى. ما تزعليش يا حبيبتي. اه انا مش زعلانه، انا صعبان عليا البت اللي جررها وراه ده وضحك عليها. ما تصعبش عليكي، دي بنت هشك باشك بيشحه وتتدب في عينيها رصاصه. بجد على امك اسال عليها عشان زعلانه منك. انت بتسال شيء؟ فوت عليها النهارده قبل ما اروح. عايزك كمان تكلم شهر تعمل تصريح. عايز اروح ازور امك كريمه. ريتال كمان كلمتني في الحكاية دي، خدهم الاثنين سوا إن شاء الله. اقعد يا حسن. هتعمل ايه مع نعيمة؟ عصام كان عند عادل، أنا قلت إنه هيجي لك. بلاش يا حسن، سلمها للحكومة وهي هتتصرف معاها، وأكيد هتتحاسب. أنت شايف كده؟ ايوه طبعا شايفك دي. انت عايزني اسيب اللي جدلت ولدي تبقى رايحه جايه قدام عيني وانا ساكت؟ انا قلت لك سلمها للحكومه واكيد هتاخد جزاءها. لو نعيمه هي اللي جدلت فريده ولدك يا مروان، انت هتسيبها؟ انت لما اتجلك ان امك جنيت، عقلك شت، مش كده وبس، ده انت طردتها من البيت. وشاهد لما جالت لك انها هي، كنت هتموتها بيدك. حصل ولا ما حصلش؟ كنت غلطان يا حسن. كنت غلطان عشان اللي اتقال لك مش صح، لكن انا عارف ومتاكد ان نعيمه هي اللي قتلت ولدي. اسيبها كيف؟ احنا ماشيين في طريق واحد وعايزين نكمله، مش عايزين نرجع لورا. انا خايف عليك، مش عشان اخويا، لا، انت اخويا وولدي كمان. انا قلقان عليك، خايف تعمل حاجه تندم عليها العمر كله. اسمع كلامي يا حسن. قول يا رب وهو يهدينا للصالح. يا رب. كانتش عايز تيجي معاي، بس انا جايبتها بالعافيه. هاتها. مين يا مروان؟ دي مفيده، اختك شمس طلبت مني ان انا اشوفها واجيب لها بيت تقعد فيه. نزل يدك يا اكتر، سكها كده تاني. روح انت. عاوز مني؟
عاوزك في كل خير يا مفيدة. وأنا مش عاوزة منك حاجة ولا من عيلة عبد الحكيم كلها. استني يا مفيدة، اهدي. ايه يا كبير، عاوز نرجع أخدم في البيت تاني وماله؟ ما عنديش مشكلة. ومن قال اني عايزك تخدمي في البيت تاني؟ أنا عاوز أتكلم معاكي. عندك كلمتين قولهم وخلصني. اسمعي منه يا مفيدة. عاوزاش أسمع حاجة. أنا هجيب لك بيت تقعدي فيه، وكل أول شهر إن شاء الله تيجي تاخدي شهريتك من هنا. أنا مش عاوزة فلوس ولا بيت، أنا ربنا هيرزقني من عنده وأنا راضية بقدر. ليه كده يا مفيدة؟ لو احتجت هرفع يدي للسما وأطلب من اللي خلقني وأقول له يا رب ماليش غيرك وأنت اللي عالم بالحال واللي في القلب. جبتني ليه يا كبير؟ عشان خايف من الناس يقولوا إن عيلة عبد الحكيم رامية مفيدة في الشارع وهي أم العيل من عيالهم؟ ما تخافش، مش هيقولوا كده. عارف ليه؟ عشان الناس مش هتقدر تجيب سيرتكم بالرضي، الناس هتنهش فيا أنا لوحدي، عشان أنتم يدكم طايلة، يخافوا يقولوا ولاد عبد الحكيم ظلمة. إنما الغلبان يداس، أصل ما يدوسش على الغلبان غير الغلبان اللي زيه. استني يا أم حكيم، بقالك ساعة عمالة تلف وتدوري، ما تقولي عايزة إيه؟ عايزة اللي أقولهولك ده يا فتحي تفهمه وتستوعبه كويس أوي. أستوعب إيه بس يا ريتال؟ بقالك ساعة عمالة تجيبيني يمين وشمال، مش فاهم منك أي حاجة، ما تخلصي. عايزك تسأل على مفيدة. أسأل على مين؟ مفيدة؟ يا ريتال وأنت مش عارفة اللي حصل ولا إيه؟ ما تتحرق مفيدة ولا تغور في 60 داهية. أنا أصلاً البني آدمة دي خلاص لغيتها من حياتي ومش عايز أعرفها تاني. هو أنت جايباني هنا عشان كده؟ اقعد يا فتحي. في حاجة عايزك تعرفها. إيه يا ريتال؟ إيه؟ جات لك بقى وشغلت لك الأسطوانة إياها وأنا مسكينة وغلبانة وعايزة فلوس؟ إيه يا ريتال؟ وأنت يخش عليك الكلام ده ولا إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مفيدة حامل يا فتحي. حامل إزاي يعني؟ من مين؟ نعم؟ هتستعبط ولا ايه؟ هو اللي من مين؟ منك طبعا، انتوا ما كنتوش متجوزين؟ ايوه بس هو اللي بس محدش يعرف يا فتحي. انا قابلتها وكانت حالتها صعبه قوي، وكانت عايزه تنزل العيل، لازم تروح لها. ايه دي المصيبه السوداء؟ مصيبه ليه يا فتحي؟ مصيبه ليه ازاي يعني؟ انت عارفه لو شمس عرفت هيحصل ايه؟ شوف انا بقول له ايه قول لي ايه. شمس ايه يا فتحي دلوقتي؟ بقولك هتنزله. ماشي ماشي ماشي. رجالة آخر زمن.